انطلاق فعاليات المهرجان العربي الدولي للإبداع الأدبي والفنون، وبنتكلم عن دورة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، واللي بيشارك في المهرجان عدد كبير جدا من الأدباء والكتاب والشعراء، مش بس من مصر لكن كمان من الدول العربية الشقيقة. وبنتكلم عن أبرز هذه الدول: المملكة العربية السعودية، فلسطين، وتونس، وكمان الجزائر. في كمان دول عربية تانية مشاركة، وفعاليات المهرجان بتستهدف التبادل الثقافي والتفاعل بين كبار الكتاب والأدباء والمبدعين، وكمان المواهب الشابة بيتم دعمها واكتشافها في الوطن العربي. معانا على تليفون الشاعر أحمد أنديل، أمين عام المهرجان العربي الدولي للإبداع الأدبي والفنون، نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا. اهلا، صباح الخير. صباح الخير، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. يعني حابين حضرتك في البدايه كده توضح لنا ايه اللي بتشمل عليه فعاليات المهرجان العربي الدولي للابداع الادبي والفنون من اعمال، يعني ايه الاعمال المشاركه فيه؟ فكره المهرجان هو التوثيق لتواصل او فكره التواصل بين الشعوب العربيه ممثلة في قصيدة الشعر والفن والتشكيلي وبعض الفعاليات الأدبية والفنية. التأكد أيضا على تفعيل دور الكلمة وقدرتها على بناء الفكر المستنير، واستقطاب الشباب لهذه الفكرة المستنيرة والقوى الناعمة. أيضا راعينا في ونحن ندعو شعراء الوطن العربي أن نحدث التواصل الإيجابي بين الشعر والفن وبين الجمهور من ناحية، بعد أن فصل بينهم بسبب الأحداث الطبيعية كورونا وغير ذلك. نحن نريد أن نعيد الجمهور للشعر ونعيد الشعر للجمهور، كما وثقنا ذلك كله في كتاب أسميناه مثلا المنيا ملحمة الدم والعسل. الكتاب من 200 صفحة تقريبا، يتحدث عن المنيا وعن تاريخ المنيا وعن أهم وده يخليني عذرا أقاطع حضرتك، فكرة اختيار محافظة المنيا لاستضافة المهرجان، جرت العادة أن المهرجانات بتكون في عواصم المدن، ففكرة أن احنا ناخد السائحين وناخد المهرجان ونبتدي نتحرك في محافظات مصر، دي أعتقد حاجة جميلة ومختلفة وتعمل رواج سياحي للمحافظة. وهذه هي الحقيقة التي أكدنا عليها. احنا هذا المهرجان هو في النسخة الثانية، المهرجان الدولي الأدبي العربي للإبداع الفني والإبداع الأدبي والفن. النسخة الأولى كانت في مطروح، والحمد لله نجح المهرجان نجاحا كبيرا، لأن هذه المحافظات البعيدة عن المركز اللي هو القاهرة تحتاج لتسليط الضوء على فكرة الأدب والثقافة والشعر، ووجدنا إقبال جماهيري، وهذه هي الفكرة الأساسية. من السكان المحليين الموجودين في المحافظة؟ نعم، الإقبال الجماهيري كان من السكان المحليين الموجودين في المحافظة، بالإضافة طبعا للضيوف اللي منورين. بالنسبة للمهرجان الأول كان من المحافظة وبين الجمهور وبين الضيوف، اللي هو في كان مطروح واسكندرية. نعم، المهرجان الأول من 7 شهور تقريبا، شهر 11 كان في مطروح وفي اسكندرية، وشرفوا بالحضور أيضا السيد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وكان مهرجان ناجح جدا. الضيوف فوجئوا بجمال مطروح وجمال اسكندرية، والآن هم منبهرون أيضا بجمال المنيا، لأن المنيا كلها تقع على خط النيل، وهم لم يكونوا يتصوروا هذا الجمال في صعيد مصر. وهذا هدف من أهداف المهرجان، البعد عن التركيز في العاصمة وإنشاء حراك ثقافي في محافظة مصر، وهذا هدف من أهداف المهرجان وضعناه في أفكارنا من أجل أن نبني ثقافة في كل ربوع مصر وليس في القاهرة فقط.
أكيد. طيب بما أننا بنتكلم عن الضيوف، حابة أعرف من حضرتك إزاي تم دعوة هؤلاء الضيوف، وكمان هل في رؤية معينة لمشاركة الشباب العربي الثقافة العربية مع بعضهم؟ يعني إحنا النهاردة طبعا بوجود التكنولوجيا والإنترنت شايفين انفتاح كبير قوي من الدول العالم كله على بعض، فإزاي نقدر ندمج الثقافة العربية الغنية جدا الأقدم في التاريخ بعضها البعض، ومشاركة الشباب العربي مش بس هذه الثقافة والتاريخ لكن كمان عشان نقدر نرفع الوعي بالشباب العربي. الحقيقة أيضا هو اختيار الضيوف ودعوتهم تم عن طريق كما قلت التواصل. الآن كله يتواصل من خلال الشعر، وخصوصا بين الشعراء وبين المثقفين والفنانين. التواصل نحن ذهبنا إليهم في بلادنا العربية في أكثر من مهرجان أدبي دولي. طبعا دعوناهم هنا على معرفة شعرية أدبية سابقة، وراعينا في الدعوة الشعراء المحققين والفن التشكيلي المحقق والقدرة على الوصول إلى الجمهور من خلال أفكاره. فجاء مجموعة كبيرة من الدول العربية ممثلين في شعرائها وفي أدبائها وفي فنانيها تشكيليين، جاء من السعودية وجاء من سلطنة عمان وجاء من الجزائر وجاء من تونس وجاء من كان المفروض موريتانيا ولكنه لم يصل بعد، وأيضا جاء من العراق الشقيق ومن فلسطين واستقبلته من المنيا حقيقة الأمس وسلطنة عمان وسوريا وعودة سوريا طبعا للحياة الثقافية أكيد يعمل حركة. استقبلته من المنيا بجماهيرها أمس استقبال رائع شرفنا أمام الضيوف العرب، وهذه هي الفكرة. وعندما يستقبل الشاعر في بلد من الوطن العربي بهذا الجمال يشعر الشعر بأنه الكلمة لها دور، وأن الناس طبعا لم تعد بعيدة عن أحداث الفعل الثقافي أو من خلال قصائد الشعر. في الفترة الأخيرة احنا شايفين القطاع الثقافي بياخد دعم كبير جدا من الدولة وحرص من الدولة على وصوله لمختلف الأماكن، مش بس في المحافظات أو في المدن الكبرى في المحافظات، لا احنا بنتكلم في القرى والنجوع. فكرة كمان ان احنا ندخل ثقافات مختلفة ونعمل دمج ما بين الثقافات يوصل لمختلف قرى ونجوع مصر، اعتقد ده ممكن يعمل المزيد من الحركة الثقافي. وهذا ما حدث بالفعل. نحن نستغل هذه فرصة ونشكر السيد محافظ المنيا على الدعم الذي غير محدود الذي أعطاه المهرجان وفتح مجالات الزيارات الثقافية والأثرية وتخصيص سيارة خاصة للضيوف تتقل بهم. ونشكر كذلك الأمن الذي رافقنا منذ أول حدود محافظة المنيا ولا يزال يرافقنا ويرافق الضيوف العرب من الشعراء ومن المثقفين ومن الأدباء ومن الباحثين. واليوم تبدأ فعاليات أخرى أو فعالية أخرى هو الحديث عن صاحب دور المهرجان هذا العام، وهو الدكتور طه حسين ابن محافظة المنيا. في ندوة بحثية حول طه حسين وأثره وتأثره وعلاقة الشرق والغرب من خلال ثقافة طه حسين وما ألفه طه حسين وتعليم طه حسين في السربون وأثره على ثقافته المشتركة بين الثقافات العربية والأجنبية. طيب إزاي إحنا نقدر نطلع بره إطار الندوة للشارع؟ يعني النهاردة الشباب الصغير اللي بس يمكن درس عن طه حسين إزاي يقدر يعرف أكتر عن حياته وإنجازاته ويمكن الصعوبات اللي مر بيها وإزاي وصل إن هو يكون عميد الأدب العربي؟ نعم، هذه الفكرة الأساسية أو المحور الأساسي لندوة اليوم حول عميد الأدب العربي، ويتحدث فيها ليس من مصر فقط بل يتحدث فيها من العراق، ويتحدث عن طه حسين، ويتحدث فيها من الجزائر، وكل من الأكاديميين الذين دعوناهم للندوة يتحدثون عن هذه الصعوبات التي واجهها وأنه كيف كسر هذه الصعوبة وأنه استطاع أن ينجح
رغم هذه الصعوبة، واستطاع أن يؤثر فيما بعد في الثقافة العربية بشكل عام. ده هدف اليوم اللي هو تبدأ الندوة بعد ساعة تقريبا حول طه حسين. وطبعا طه حسين لا كان ونحن في الجامعة منذ عشرات السنين أو تقريبا قبل 20 سنة كان هناك مهرجان في جامعة المنيا باسم طه حسين، فأردت أن أحيي هذا المهرجان لأننا ونحن صغار يعني شرفنا بأن نشارك في هذا المهرجان، مهرجان دكتور طه حسين، ولظروف ما توقف المهرجان بعد فترة، فأردت أن أحيي هذه الفكرة، فكرة مهرجان طه حسين لاستدعاء الثقافة القديمة والثقافة الجديدة والربط بين الثقافة العربية وبين الثقافة الأوروبية من خلال مهرجان ومن خلال أكاديميين يتحدثون عن طه حسين وعن الثقافة بشكل عام. يعني تحية كبيرة أكيد لحضراتكم، وتحية كبيرة جدا لعميد الأدب العربي طه حسين، وفرصة حلوة لكل الأجيال القادمة أن هي تتعرف على عميد الأدب العربي وتتعرف على يمكن الثقافات المختلفة. وده الجميل أن احنا النهاردة قادرين نشوف دول عربية بتشارك مع بعض في هذه الندوات المهمة جدا والمهرجانات والفعاليات المهمة لدى الوطن العربي ككل، وفعاليات مهمة جدا بتشارك فيها واحنا مهتمين جدا بيها كبرنامج صباح الخير يا مصر. كل الشكر ليك الشاعر أحمد أنديل أمين عام المهرجان العربي الدولي للإبداع الأدبي والفنون.